مايا دياب تفاجئ الجميع بشكلها الجديد، تخلت عن شعرها بالكامل وبونيتا سعادة في ورطة بسبب منى واصف. خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة وبدأت تنشر العديد من الصور، منها التي تميزت بطابع إغريقي وفينيقي فريد. وفي أحدث الصور تخلت مايا عن شعرها الأشقر الذي عرفت به واستبدلته بشعر مستعار مميز مصنوع من حبوب الكريستال ويلمع بشكل واضح، وذلك خلال جلوسها في البحر حسب الصور المنشورة. يلا رجع علي يا خوفي قلبي ضيع علي وكل ونالت مايا إعجاب المتابعين الذين أثنوا على أفكارها الفريدة من نوعها وعلى جمالها في جلسة التصوير، طالبين منها المزيد من الصور والأعمال الناجحة التي تعود عليها خلال السنوات الماضية. كرمالي كرمال عملتك كتير هو ما بعرف. من جهة ثانية احتفل الممثل السوري المنتصر نجم الدين شقيق الممثلة السورية سوزان نجم الدين بخطوبته، وحرصت سوزان على توجيه رسالة لشقيقها بهذه المناسبة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على تويتر صوراً من أجواء حفل الخطوبة جمعت شقيقها بخطيبته وصورة جمعتهما بها، وعلقت بالقول: خطوبة مباركة لأخي الحبيب المنتصر وللحبيبة لما، أتمنى لكما حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح والنجاح إن شاء الله. إلى ذلك تعرضت الممثلة اللبنانية بونيتا سعادة لانتقادات كثيرة بعد تقليدها صوت الفنانة السورية منى واصف بطريقة الكلام ونبرة الصوت، مع بعض تفاصيل لغة جسد الفنانة في حوار وصفه المتابعون بأنه دون المستوى المتعارف عليه لأحاديث واصف. وأنا كتير 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 مبسوطة، يعني العالم لازم كتير تغير وأنا كتير مبسوطة. وشكل الفيديو الذي انتشر من إحدى المقابلات التي أجرتها سعادة مؤخراً موجة غضب على السوشيال ميديا، خصوصاً فيما يتعلق باللهجة الشامية المبالغ فيها وحركات الشفاه والأيدي والحوار المقدم على لسان واصف، معتبرين أن تقليد بونيتا ليس كحقيقة الفنانة السورية وبعيداً كل البعد عنها، بينما قال آخرون إن بونيتا تمكنت أكثر في تقليد نبرة صوت الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة، لكن صوت الفنانة منى واصف لم تقلده بالشكل المطلوب. Hi guys, how are you? Where, why am I doing?